من final exam May 2019 question 1. If a stone is dropped from a height h, it takes time t to reach the ground, ignoring air resistance. If the same stone is dropped from a height 4h, then it takes time. طالب التايم لو الارتفاع تغير من h ل 4h. احنا عندنا ستون دروبد، معناه كده ان ال V نوت equals zero، دروبد او ريليزد، ال V نوت equals zero، وعندنا ارتفاع دلتا واي مرة اتش ومرة فور اتش. اكيد عندنا الاكسلريشن هي ماينس 9.8 متر بير سكند سكوير. يبقى عندنا الفي نوت والاكسلريشن والدلتا واي، ومش عايزين الفاينل فيلوسيتي. يبقى نطبق القانون الثالث اللي هو دلتا واي ايكوالز في نوت تي بلس هاف اي تي سكوير. الفي نوت بزيرو، اذن يختصر القانون لدلتا واي ايكوالز هاف اي تي سكوير. الدلتا واي في الفيرست كيس نازل، يبقى نيجاتيف لان النهاية تحت البداية، نيجاتيف اتش هاف نيجاتيف 9.8 تي سكوير. احنا عارفين التي هي اسمها تي كأنها قيمة معروفة، اذا الاتش لو شلنا النيجاتيفز مع بعض يبقى 4.9 تي سكوير. في حالة 4 اتش يبقى نيجاتيف 4 اتش مطلوب تايم، هاف نيجاتيف 9.8 نسميها مثلا تي داش سكوير، يبقى 4 اتش ايكوالز 4.9 تي داش سكوير. لو سميت الفيرست ايكويشن 1 والسكند ايكويشن 2 وقسمنا 2 على 1، 4h تقسيم h هيساوي 4.9 t داش سكوير تقسيم 4.9 تي سكوير. ال h تروح مع ال h، ال 4.9 مع ال 4.9، إذن 4 equals t داش سكوير تقسيم t سكوير، يعني t داش سكوير طبعا أكبر لأن 4 h equals 4 t سكوير. احنا عايزين ال t داش، ناخد الجذر التربيعي يبقى 2 t. يبقى t داش equals 2t. نشوف الاختيارات هنلاقي 2t.